طيب احكي لنا بقى دلوقتي عن كواليس حكاية القرية المصرية المعزولة عن العالم اللي هي جارة، أصلا عرفتها تمام. إزاي؟ الجارة أنا عرفتها بالظبط من سنتين لما رحت سيوة، يعني رحت سيوة من سنتين، عملت الفيديو بتاع سيوة الأساسي من سنتين، وساعتها كان هناك الناس بيكلموني عن القرية دي، كانوا بيقولوا لي إن في قرية موجودة بعيدة عننا بحوالي 120 كيلو، والقرية دي فيها ناس، عدد بسيط جدا من الناس عايشين، العدد ده ما بيزيدش أو ما بيبقاش في ناس بتروح لهم كتير، وفي نفس الوقت هم منعزلين تماما عن العالم، مفيش ازاي حاجات يعني يا كريم؟ يعني ايه منعزلين عن العالم؟ اشرح لنا. منعزلين عن العالم، يعني زي ما يعني شرحت في الفيديو بتاع اليوتيوب، ان هم تماما ما عندهمش وسائل اتصالات، ما عندهمش حاجات كتير، ما فيش مواصلات اصلا بتروح وتيجي، او هم لو في عربيه خاصه بتطلع او بتروح، فهم بعاد تماما عن كل حاجه، وما فيش اتصال بينهم وبين العالم، ما بيخشوش على النت، ما بيشوفوش اي حاجه، ما فيش يعني تلفزيون، غالبا بيبقى في عندهم القنوات الارضيه بس. بس فهم منعزلين تماما عن العالم بالمعنى يعني. طب خلينا نروح نشوف الفيديو بتاعهم ونرجع تاني. يلا بينا. قررت ان انا اسافر من القاهرة لسيوة لتاني مرة، ولكن المرة دي لسبب مختلف. قعدت في سيوة يومين عشان اقدر ان انا اطلع تصريح دخول لقرية الجوار. يعني حضرتك كنت عايش هنا؟ انا كنت ايوه في البيت ده. نفسي اطلع مدرس. نو سيرفيس. مدينه ما فيهاش اي اتصال تماما، ما فيش شبكه خالص. القريه كلها ما فيهاش غير دكانين بس، صح؟ القريه هنا محتاجه حاجات كتيره قوي. قريه الجاره هي قريه محدش يعرف عنها اي حاجه. قريه صغيره جدا ومنعزله عن العالم. بيعيش فيها حوالي 750 فرد. بتبعد عن سيوه حوالي 100 كيلو. وعن مرسى مطروح حوالي 300 كيلو. الاسم بالقاسم سعيد عبد الجواد عبد الكريم من القارة، من مواليد القارة. مواليد سنة كام حضرتك؟ مواليد 17/10/44. يعني ليه سميتوها القارة أو ليه تسمت بالقارة؟ اسم القارة أول حاجة، اسم قارة هو يدل على اسم قرية. دائما بنوضح الاسم على الجبل، باللغة الأمازيغ الجبل اسمه قارة. قبل ما اروح قرية الجارة سمعت بعض الخرافات اللي بتتقال عن القرية، وهي ان عددهم ثابت وما بيتغيرش، مع كل مولود بيتولد في قدامه شخص كبير في السن بيموت. يتولد واحد ويموت واحد، تنظيم رباني ده، لا دي كلمة مش حقيقية، احنا سمعناها كتير ونقول عنها دي مش حقيقية.